بكم في فيديو جديد النهاردة بناء على طلب المشاهدين عن برج العقرب راجل وست. هنتكلم النهاردة عن سؤال اتسألته كتير جدا بعد ما نزلت الفيديو بتاع ازاي تعرف ان برج العقرب بيحبك، والسؤال اللي اتسألته ازاي نقدر نجذب برج العقرب، يعني نجذب مواليد برج العقرب ستات ورجالة. فعشان كده قررت اعمل لكم الفيديو ده النهاردة عشان اتكلم في اسرار كتير جدا تخص برج العقرب، وازاي نقدر بمنتهى السهولة نفهمه ونفك طلاسيمه وطلاسيم غروره وغموضه، ونقدر ان احنا كمان نعرف نفهمه ونتعلم ازاي نتعامل معاه ونجذبه كمان. فلو انتوا انترستد جدا، او من اول النقط اللي لازم نعرفها عن برج العقرب عشان نقدر نجذبه ان احنا نعرف ان احنا بنتعامل مع برج ذكي جدا جدا جدا، يعني حد مخه نضيف، حد بيفكر كويس، حد مش سهل تضحك عليه، حد مش سهل تخدعه، مش سهل تحسسه بحاجه بالصح، مش سهل ان انت تحاول ان انت تعمله تموين مغناطيسي كده وتقنعه بحاجه مش هيقتنع بيها. برج العقرب من الابراج الصعبه، الابراج العميقه، عشان كده دايما بحس ان من اكتر ثلاث ابراج بتسال عنها وتحس ان الابراج التانية مش عارف تتعامل معاها، برج العقرب واحد منهم، كمان برج العذراء، وكمان برج السرطان. الثلاثه دول صعبين جدا وجدي كمان جدا، كمان بتسال عنهم كتير قوي. طيب، فاول حاجه لازم ان انت تحترم ذكاء الشخص اللي انت بتتعامل معاه مع برج العقرب، يعني حتى لو بان قدامك ان هو طيب بزياده او ان هو مش ذكي، تعرف ان هو الهدوء الذي يصبر العاصفه، يعني هو شخص ذكي جدا، فاوعى اطلاقا تستهون بذكاء برج العقرب ايفر يعني. طيب، تاني حاجه، فبرج العقرب تاني نقطه لازم ناخد بالها كويس منها قوي في برج العقرب، ان برج العقرب برج غامض، يعني ما بيحبش يتكلم كتير كده، تحس انه هادي في نفسه كده، ما بيحبش يعبر عن مشاعره، ما تقعدش تضغط عليه عشان يتكلم، لان ساعتها هيزهق منك ويبقى مش انترستد خالص ان هو يتكلم معاك، فما تضغطش عليه لانه مش هيديك غير اللي هو عايز يديهولك. يعني هو ذكي لدرجه ان انت لو قعدت تضغط وان انت هتبقى اذكى منه، فاعرف ان انت مش اذكى منه نهائي، لان هو ذكي جدا وهيعرف ازاي يضحك عليك. فعشان كده ما تضغطش عليه ان هو يطلع منك المعلومات. هو لو اوريدي، سوري يا جماعه، هو لو اوريدي حاسس ان هو معجب بيك، هو من نفسه هتلاقيه جاي بيحكي لك وبيتكلم عنك وبيتكلم معاك وهو مبسوط وبيبقى سعيد قوي بيتكلم معاك. فانت ما تحاولش ان انت تقتحم حياته بسرعه، ما تحاولش ان انت تجبره ان هو يقعد يحكي لك ويقرب منك، لانه ساعتها هيحس ان انت لا، انت شخص متطفل على حياتي وانا مش عايزك. طيب، الحاجه برضو المهمه جدا لازم نعرفها عن برج العقرب ولازم نحفظها عنه، ان هو برج شكاك جدا وما بيثقش في الناس بسهوله، فعشان كده لازم نكون دايما محل ثقه قدامه. يعني انت عشان تخليه يحبك لازم تخليه يثق فيك الاول، لازم يحس ان انت مصدر موثوق فيه، مصدر ثقه قوي، علشان يبدا يقرب منك بهدوء ويبدا يقرب منك وهو مش خايف منك، او مش خايف ان انت شخص مش كويس او شكه من ناحيتك يروح. فاديله الفرصه او الامان كفايه ان هو يحس ان انت شخص بالنسبه له تراستبل. طيب، نقطه كمان عن برج العقرب، ان هو بيحب الناس الغامضه، يعني بلاش تبقى اوبن قوي معاه، يعني بلاش، خليك تعامل معاه بذكاء، خليك غامض زيه، يعني هو غامض خليك غامض زيه، المشكله اتعلم منه وانت بتتعامل معاه، يعني بلاش تبين ورقك كله مره واحده كده. العقرب بيحب الناس الغامضه، والعقرب بيتشد رجاله وستات بتشدوا للناس دمهم خفيف، يعني العقرب لو حد فيه كل صفات فارس احلامه العقرب، بس حد دمه تقيل على فكره العقرب مش هيبقى مبسوط ابدا ان هو بيتعامل معاه. العقرب بيحب بيحب خفه الظل، يعني بيحب الناس دمها خفيفه، بيحب الناس المرحه، بيحب الناس اللي بتهزر، بيكره الناس الكئيبه. يعني مثلا برج السرطان مثلا، هما الاثنين مائيين، لا سرطان يحب الناس الهاديه اللي يعني الراقيه كده، الاليجنت كده، العقرب بيحب الشعننه، يحب الهزار، يحب الضحك، يحب الفرفشه، يعني ما بيحبش الكئابه. يعني لو انت مرتبط بحد برج العقرب هتلاقيه هو فرفوش اصلا، بيحب يهزر ويضحك ودمه خفيف. اتحداكم ان انتوا تشوفوا اي حد برج العقرب اصلا دمه مش خفيف، عشان كده هو بيحب كمان الناس اللي دمهم مهم جدا. ده مش عارفه هو اللايف حصل يا جماعه ولا ايه اللي حصل، ممكن تقولوا لي؟ سوري يا جماعه، هو اللايف عمال يفصل تقريبا، الانترنت عندي عمال يفصل شويه، فبعتذر عن الموضوع دوت، الكاميرا الاول. طيب، مهم جدا ان احنا نعرف ان برج العقرب، انا كنت بقول على نقطه ان برج العقرب رومانسي، برج حساس،
ما هو ممكن ما بيبينش رومانسيته، بياخد وقت عشان يبين رومانسيته، بس هو برج مائي، فبالتالي عواطفه بتتحكم فيه، برج عاطفي. فمهم قوي ان انت تحسسه باحتياجك ليه، ان هو مهم في حياتك، ان هو فارق معاك في حياتك. الحاجات دي بتفرق معاه جدا، ان انت تحسسه ان انت ما تقدرش تستغنى عنه. تقوله كلام حلو. الرومانسيه مهمه جدا عشان تجذب برج العقرب، يعني برج العقرب، يعني برج العقرب هيحب دايما الناس الرومانسيه اكتر بكتير جدا من الناس الاقل رومانسيه. فدي نقطه الرومانسيه دي ركز فيها شويه، ركز ان انت تقوله كلام حلو، ركز تقوله يعني لما وحشك تقوله ان انت وحشتني، ركز ان انت يعني تجذبه بحتة المشاعر، لان هو بينجذب بحتة المشاعر. طيب انا بقى في حاجة عايز اقولها عن رجل العقرب. رجل العقرب من النوع اللي يحب البنت اللي شكلها حلو. يعني لو انت بنت وبتحبي حد برج العقرب، لازم تهتمي بشكلك، لازم تهتمي بجسمك، لازم تهتمي بريحتك، لازم تهتمي. هو بالحاجة دي بتفرق معي جدا، يعني عايز البنت اللي يرتبط فيها تبقى يعني سوبر واو يعني. وبرج العقرب الرجل بيهتم بالبنات، يعني هو بيحب البنات كتير، يعني البنات بالنسبة له يعني لا يعني من الابراج اللي بتحب التعامل مع البنات. يعني واحنا عارفين بقى طبعا برج العقرب بصفاته، فلازم لو انت بنت، يعني واحنا عارفين بقى طبعا برج العقرب بصفاته، فلازم لو انت بنت وانترستد ان انت يعني تجذبي رجل برج العقرب، تهتمي بشكلك قوي، تهتمي بالميك اب بتاعك، تهتمي بلبسك، تهتمي بطريقه لبسك، بالستايل بتاعك، بجسمك. الحته دي بتفرق معاه قوي. يعني هو مثلا سرطان عندك، مثلا زي سرطان وجاتي، ما بيبصوش قوي على الشكل، بس بيهتموا بالبرسوناليتي والشخصيه اكتر. اما عقرب حته العقرب حته الابيرنس، الفيزيكال ابيرنس او الشكل الخارجي بتفرق معاه جدا يا جماعه. طيب ايه كمان عن برج العقرب عشان نقدر نجذبه؟ برج العقرب برضو من الابراج اللي بتكره الكذب. يعني ما تحاولش تكذب على برج العقرب، ما تحاولش تصيع على برج العقرب، ما تحاولش تشتغل برج العقرب، لان هو ذكي ولماح، ولو انت كدبت عليه مره خلاص هيحط عليك بلاك، وهيبقى فاهم ان انت بتشتغله، وهيبقى مش عايز يكمل معاك. فما تحاولش تكدب على برج العقرب، لان هو ذكي وبيجمع معلومات وبيحلل المعلومات بسرعه جدا، وما تحاولش ابدا ان انت تعمل معاه الحركه دي، لان هو يعني تكدب عليه او تقول معلومات مش صح، لان انت هيفقد ثقته فيك، ودي حاجه مش كويسه علشانه. فحلوه قوي ومهمه جدا ان انت يعني ما تكذبش عليه، ما تحورش عليه، ما تصاش عليه، ما تقولش عليه، ما تقولوش معلومات غلط. طيب برج العقرب، علشان نجذب رجل برج العقرب وامرأة برج العقرب، برج العقرب بيحب الناس الطموحه، بيحب الناس الناجحه، بيحب الناس الذكيه. يعني خلي عندك طموح، خلي عندك طموح لو انت ست. بيحب الناس اللي ليها دماغ كويسه، مش الناس التافهه، يعني ما تكونش شخص تافه، لا هو ذكي. وبرج على فكره العقرب انا بعتبره رجاله وستات من اكثر الابراج جاذبيه، انا دايما بقول الكلام ده بصراحه. عقرب راجل وست الاثنين جذابين جدا، فبالتالي هو هيجذبوا الناس الجذابه، الناس الصعبه. فما تكونش دايما سهل التناول، وخليك عندك بلانس كده، خلي عندك. انا مش عارفه ايه اللي انا بعمله ده، بس حاسه ان الاضاءه وحشه جدا يا جماعه، انا عماله اظبط الاضاءه، وقولوا لي انهي اضاءه احسن. مش دي كويس. فالعقرب يا جماعه يعني خليكوا غامضين، خليه يحس بالتشالنج ناحيتك، خليه يحس ان انت صعب، ان انت مش سهل. هو العقرب بيحب التحدي على فكره، العقرب برج صعب، العقرب برج مش سهل. خليه يحس دايما كل يوم ان في تحدي ما بينك وما بينه، علشان يتشد لك اكتر واكتر. يعني دايما تحدي رياضه، تحدي بلاي ستيشنز، تحدي، يعني حطه دايما تحدي. الراجل بتحب التحدي جدا برضو برج العذراء، بيحب التحدي قوي قوي كمان. يعني مثلا سرطان ما تتحدهوش، جدي ما تتحدهوش، جدي عايزك تسمع كلامه، اسد ما تتحدهوش. اما عقرب عايز تشالنج كده، تحسسه ان انت دايما في تشالنج ما بينكم. طيب الغيره بقى، برج العقرب برج غيور جدا، انا عملت فيديوز كتير جدا عن غيره العقرب. ما تحاولش وانت معجب بيه وعايز تجذبه ان انت تستثير غيرته، او تحسسه ان هو هيفضل بقى يعاني بقى في موضوع الغيره معاك، لان ساعتها هيهرب منك، مش عايز يعرفك تاني. الغيره عند العقرب قاتله، خط احمر، خط احمر كده، ريد لاين. فاستحاله استحاله لو انت يعني لو انت حاولت تستفز غيرته، ان هو يعني هيبقى يعني كويس جدا معاك. لا العقرب ما بيحبش بجد موضوع الغيره ده، ان حد يبقى صعب بالنسبه له. انت لو هتخليه غير عليك بقى ويفضل طول حياته مركز معاك، لا بناقص احسن. ركزوا جدا في النقط دي يا جماعه. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، اعمل لكم فيديوز كتير جدا عن برج العقرب. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، وتعملوا شير للفيديو. تحيه لكل الناس العقارب الذين يتابعوني من جميع انحاء العالم، مبسوطه جدا الناس بتتابعني
من برج العرب من امريكا وفرنسا وانجلترا من بره الوطن العربي ببساطه قوي. انا عايزه يا جماعه ان انا ازود السبسكرايبس، عايزاكم تساعدوني اعملوا شير لاصحابكم واسالوهم كمان يعملوا شير للقناه وان هم يشتركوا في القناه، وكمان يا ريت تعملوا فولو على انستجرام بتاعي وتابعوني كمان في كوميونتي دايما هتفتحوا البيج عندي للشانل. دي حاجه جديده اليوتيوب بصراحه كافئني بيها عشان نسبه المشاهده بتاعتي عاليه الحمد لله، ان انت تدخل على كوميونتي هتلاقوني بنزل بوست كده زي الفيسبوك، يا ريت تتفاعلوا معايا وهتبقى حاجه لطيفه جدا زيه زي الفيسبوك زي انستجرام. هسيب لكم فيديوز كتير عن برج العقرب موجوده في علامه اي، اتفرجوا عليها وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وقولوا لي بقى يا برج العقرب هل انتوا فعلا بتحبوا الناس اللي تتحداكوا، يعني تتحداكوا في يعني لو انتوا مرتبطين بيها تتحداكوا في حاجات كده، ولا بتحبوا الحد اللي هو بيبقى على طول عايز يمشي وراكوا ويبقى فولور ليكوا؟ جاوبوني على السؤال ده، ما تنسوش تعملوا شير للفيديو وتشتركوا في القناه، وبحبكم جدا واشوفكم فيديو تاني.